مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن، وجولة مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM وتشاهدوننا عبر التلفزيونات التفاعلية وبثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك شبكة وطن الإعلامية. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من الإخراج التلفزيوني والتنسيق الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. ونستهل هذه الجولة بأبرز ملفاتها. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون نضالهم المتمثل في العصيان ويدعون لأوسع مشاركة في ثلاثاء الحرية. محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة. وفي استطلاع أجرته وطن، 51% من المستطلعة آراؤهم يرون أن موجة التصعيد الحالية ستنتهي قريباً، و33% يرون أنها ستذهب نحو انتفاضة شاملة. وأزمات نقابية وإضرابات متواصلة في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال العصيان والإجراءات الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم 29 على التوالي لمواجهة سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال. وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الحركة الأسيرة بأن خطوات الأسرى اليوم تتمثل في إرجاع وجبات الطعام وتأخير الخروج إلى البوسطة.
ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لأوسع مشاركة فيما أسمته بثلاثاء الحرية، إحياء لذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها الفلسطينيون خيرة أبنائهم شهداء زمن الانتداب والاحتلال البريطاني. ومن المقرر أن تقام فعاليات ووقفات في مراكز المحافظات تلبية لنداء الحركة الأسيرة خلال الساعتين المقبلتين. هذا وسيواصل الأسرى حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. وفي ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 38 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي وسط ظروف عزل صعبة في عزل سجن ما يسمى بمشفى الرملة. ونقلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى رسالة عن الأسير عدنان أكد فيها استمراره بالإضراب وبأنه بوضع صحي يتراجع يوما بعد يوم وأصبح بحاجة لاستخدام الكرسي المتحرك ويواجه ظروف عزل صعبة في سجن الرملة، حيث أن الغرفة المعزولة فيها مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الخامس من شباط الماضي بعد مداهمة منزله في جنين، وأعلن عن إضرابه عن الطعام فورا رفضا لاعتقاله التعسفي. ونبقى في ملف الأسرى، المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع كانت مددت بالأمس عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة مدة 6 أشهر جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والنفسية الخطيرة التي يمر بها مناصرة. أكثر عن وضع أحمد بعد هذا القرار ينضم إلينا عبر الهاتف والده صالح مناصرة. أهلا بك سيد صالح، إلى مساء الخير يا وطن. سيد صالح هل تسمعنا؟ يبدو أن السيد صالح ليس جاهزا بعد. هو الآن الزملاء في غرفة التحكم يخبرونني أنه أصبح جاهزا. سيد صالح هل تسمعني؟ نعم أسمع. أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. يعني بداية سيدي، هل كنتم تتوقعون أن محكمة الاحتلال ستعود وتمدد عزل أحمد لمدة 6 أشهر إضافية؟ مساء الخير للجميع. طبعا احنا كنا نتوقع هذا القرار لأنه قوات الاحتلال يعني حاطين على نقره لأحمد ومستهدفينه. أحمد مستهدف في منذ اعتقل، يعني هو صغير، يعني ما استبعدناش هذا القرار اللي سمعناه امبارح. ونذكر انه احمد يعني اعتقل 13 سنه ونص، كان صغير جدا، ويعني الاسرائيليين يعني همه دائما انهم يكسروه وانهم يكسروا شوكته، فامبارح كان شيء متوقع يعني بالنسبه لنا. طيب سيد صالح، أنتم كنتم موجودون في المحكمة، كيف تلقى أحمد قرار التمديد هذا؟ طبعا أحمد زعل كثير على القرار اللي سمعه امبارح، وكان يعني هو يعني مفكر أنه يخرج من العزل، وقام بالمحكمة طبعا وحكى بالمحكمة وأخبر المحامي أنه يترجم له. طبعا أحمد يعني بشكو من وضع نفسي وبشكو يعني كمان من وضع جسدي، يعني كان يعني شكى في المحكمة من وجع في بطنه، عنده وجع في بطنه من 45 يوم، وإدارة السجن مهملة يعني علاجه، وأخبر القاضي بهذا الإشي وأخبرهم كمان أنه طلب فحوصات دم وإشي زي هيك، ولليوم ما تجاوبوا معه. نعم، يعني سيد صالح كنت أريد أن أسألك عن هذا بالتحديد، نريد شرح وافي للوضع الصحي والنفسي اليوم لابنك أحمد. طبعا أحمد بعاني من مشاكل نفسية من سن تقريبا 18 سنة،
إدارة السجن بدل أنها يعني تعالجه وتقوم بعلاجه ووضعه في حضانة، لا أنها اكتفت بعزله سجن انفرادي، زنزانة انفرادية. أحمد تم عزله أول مرة 6 شهور وثم مددوا كمان 6 شهور، كمان محكمة مددوا كمان 4 شهور، ومبارح مددوا كمان 6 شهور. طبعا هذا الشيء بفاقم من حالته الصحية والنفسية إلى الأسوأ. يعني أحمد للأسف إحنا بنحس إننا بنخسره يوم بعد يوم. أحمد صحته بتتراجع، يعني أحمد كان في سن 18 كان جسمه رياضي وكان يلعب رياضة، يعني سن الأشبال كان أيام عند الأشبال كان يلعب رياضة وكان جسمه يعني رياضي جدا. لأنه أحمد اليوم نشوفه يعني وضعه النفسي تعيس ووضعه الصحي تعيس كمان، صار يعني كمان يبين عنده مشاكل صحية جديدة. البطن هذا بقول لي له 45 يوم بعاني من أوجاع بطنه. كمان نضيف لهيك أنه كنا ندخل له مخصصات لأحمد عن طريق البريد، أدخل له في الشهر 1600 شيكل. لأنه آخر مرة يعني دخلت له 1600 شيكل لأنه السلطات الاحتلال سحبوهم منه وما أعطوا يعني إياهم. هناك فرض عقوبات أيضا على أحمد. نعم، بحجة أنه عليه ديون. طبعا بالآونة الأخيرة حطوا عليه ديون 85,000 شيكل، علما أنه كنا دافعين أول ما انسجن حطوا علينا غرامة 180,000 شيكل قمنا بدفعها جميعها، إلا أنهم جديد كمان حطوا 85,000 شيكل عليه. عقوبات مالية أيضا وضغط على العائلة. نعم. وليس على أحمد فقط. طب سيد صالح، مناشدتكم كعائلة الأسير أحمد مناصرة، وأنت تقول اليوم أنكم يعني تشعرون بأنكم تفقدون أحمد نتيجة للوضع الخطير الذي يعانيه واستمرار الاحتلال في عزله. احنا بنطالب جميع المؤسسات الحقوقية انها تهم باطلاق سراح احمد. يعني احنا بصراحة خايفين ان نخسر احمد. لازم جميع المؤسسات تتدخل باسرع وقت لاخراج احمد من السجن بشكل سريع ليتم علاجه خارج اسوار السجن. احمد بحاجة الى حاضنة اجتماعية. احمد وضعه النفسي صعب، وضعه الصحي كمان صار صعب. فيعني احمد بتعب يوم بعد يوم، بتعب اكثر واكثر. احنا يعني بنظرنا انه لازم اروح اليوم قبل بكره من السجن. احمد كثير تعبان. يعني السيد صالح مناصرة والد الأسير أحمد مناصرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن، وبالطبع أمنياتنا بالفرج القريب والعاجل لأحمد مناصرة ولكافة أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وإلى جولة على آخر التطورات الميدانية في المحافظات الفلسطينية. البداية كالعادة من العاصمة المحتلة. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. في القدس أيضا هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلين بمنطقة إمطوبة في بلدة سورباهر جنوب المدينة المحتلة. وقالت مصادر محلية في البلدة إن آليات الاحتلال هدمت شقتين سكنيتين للمواطن محمد إبراهيم أبو طير وشقيقته. وقال المواطن سامي أبو طير إن الشقتين شيدتا قبل عامين ويسكن فيهما 12 فردا وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترا مربعا. محافظة جنين داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في قرية رمانة غرب المدينة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، كما أوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم.
يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق حركة أهالي القرية. وإلى أريحة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من المدينة، وأفاد مدير نادي الأسير في أريحة عيد براهمة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحة واعتقلت الشاب سلامة براهمة 27 عاما بعد مداهمة منزله وتفتيشه. أجرت شبكة وطن الإعلامية استطلاعاً للرأي حول التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية عقب صعود اليمين المتطرف في دولة الاحتلال وتوليه رئاسة الحكومة، وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني سؤالاً مفاده إلى أين تتجه الأوضاع في ظل التصعيد الحاصل عقب صعود اليمين المتطرف في دولة الاحتلال؟ وقال 51% من المستطلعة آراؤهم إن موجة التصعيد الحالية ستنتهي قريباً ولن تمتد لمواجهة شاملة، بينما قال 33% من المستطلعة آراؤهم إن التصعيد الحاصل حالياً سيتحول ويتطور إلى انتفاضة قد تكون مختلفة الشكل عن الانتفاضات السابقة، في حين أعرب 16% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن ما يجري مقدمة لانفجار مواجهة واسعة وشاملة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المحلل السياسي والميداني نزار نزال. سيد نزار أهلا بك، إلى مساء الخير يا وطن. مساء الخير. يعني سيدي استمعت إلى نتائج الاستطلاع الذي أجرته وطن، كيف تنظر وتقيم نتائج هذا الاستطلاع؟ يعني 51% من المستطلع آرائهم بأن موجة العنف ستنتهي، 33% ستتحول إلى انتفاضة، 16% ستتوجه إلى انفجار كبير. يعني الشعب الفلسطيني صار، والشعب الفلسطيني عنده تجربة، صار في 2016 وقبلها وبعدها، وهذه الموجة على حال الموجات السابقة. في يعني بدنا نفهم أنه داخل الموجات اللي بتصير عندنا حالياً هي ردود فعل مثل ما أنا حكيت على تصرفات للجانب الإسرائيلي. إحنا بنعرف أنه في إسرائيل اليوم في مأزق له علاقة في إصلاح القضاء عندهم، في له علاقة في أزمات داخلية. نعم، في حال انتهت هذه الأزمة الداخلية الموجودة عندهم، أنا بتقديري سيكون هناك مش تلاشي إنما يعني بدي إسكاليشن، يعني اللي هو يعني تخفيض للعنف حسب ما أنا أرى حاليا. نعم، وبتعرفي إنه فيش حاضنة للأعمال اللي بيقوموا فيها المقاومين أو المقاتلين في الشارع في ظل غياب الظهر العربي، أصبح الشعب الفلسطيني يعني عورته مكشوف. نعم صحيح. طيب يعني أنت تتفق مع يعني نتائج الاستطلاع، أو ربما أنت تميل لما ذكره ويعني وأجاب به الأكثرية في استطلاع وطن؟ طب بشكل مفصل أكثر، العوامل التي تدفع نحو هذا السيناريو برأيك؟ يعني بدنا نفهم شغلي انه اسرائيل من فتره طويله، احنا بنحكي عن 30 سنه من المفاوضات، كنا نحكي عن شيء بسموه الكونفليكت مانجمنت اللي هو اداره الصراع. اليوم اسرائيل في ظل وجود يعني متطرفين في هذه الحكومه تحاول سحب الجانب الفلسطيني من اداره الصراع الى حسم الصراع. حسم الصراع بدنا نفهم انه هو اخر مرحله من مراحل الصراع. احنا لما نتكلم عن حسم الصراع بدنا نفهم انه الغاء الطرف الاخر، بمعنى نحسم الصراع اي ننهي الجانب الفلسطيني، ننهي السلطه الفلسطينيه. هذا الكلام غير مقبول دوليا نهائيا. اسرائيل فهمت تماما من خلال الامريكان ومن خلال الغرب والاتحاد الاوروبي وغيره انه هذا الكلام ممنوع، محرم، لا يجوز، وتدرك تماما انه هي صاحبه تجربه طويله، واذا بدها تفهم يعني الجانب الاسرائيلي لازم يفهم، وهو فاهم اصلا انه قضيه حسم الصراع هو انهاء الشعب الفلسطيني. هذا الكلام لن يكون على الاطلاق، وانا بتقديري اسرائيل تعرف تماما بانه طحن وسحق اراده الشعب الفلسطيني غمر غير ممكن، ولا يمكنها حسم الصراع على الاطلاق. انا بتقديري انه الجانب الامريكي والاتحاد الاوروبي والعالم الغربي توجه لاسرائيل انه لا حسم للصراع على الاطلاق، لانه اباده شعب وانهاء
طرف انتم بتفاوضوه من 30 سنه، وسنبقى في نفس المربع وهو كونفليكت مانجمنت اللي هو اداره الصراع وتدخلات من هون ومن هون من اجل تخفيف حده التوتر في المناطق الفلسطينيه. مقبلين على شهر رمضان لا ندري، انت بتعرفي انه هذه الحركه الدينيه الصهيونيه اللي هو بيمثلها سموتريتش وبن كبير وغيرهم والحاخامات والمتطرفين هذول اللي انشاوا ميليشيات في الضفه الغربيه، لا ندري عن تصرفاتهم. بتعرفي شو معنى ميليشيا؟ ميليشيا يعني غير منضبطه، ممكن يتصرفوا تصرفون او تصرفون يشعل المنطقه، لكن الاصابع باتجاه القدس والعيون باتجاه القدس. واما قضيه تخفيض التوتر، انا بتقديري هي سيده ما بعد رمضان، ممكن يكون في رمضان شويه او بعض الاحداث هون وهناك، ولكن ما بعد رمضان، ما بعد الاصلاح القضائي في اسرائيل، بتقديري انه الامور رح تتجه الى يعني تخفيض التوتر. يعني الضفه الغربيه من الناحيه ايضا من ناحيه الشارع الفلسطيني برايك ومما ذكرته غير جاهزه لانتفاضه الان؟ انتفاضة يعني هي كلمة مواجهة شاملة ربما وواسعة يعني. نعم نعم، يعني انت بدك تعرفي شغلي انه انتفاضة لا يمكن انه يكون في انتفاضة في الوقت الحاضر، لان الشعب الفلسطيني والارضية والشارع غير مهيئ في الوقت الحاضر لانتفاضة شاملة. اذا بدنا نتذكر احنا نتطلع قاعدين حاليا على ما جرى في الفترة الماضية، هي كتيبة جنين، كتيبة نابلس، كعرين الاسود، هي حالات موجودة هون وهون وهون وهون. وانا اعتقادي قضية انتفاضة، الشعب الفلسطيني مر بانتفاضات تنتين، واحنا والشعب الفلسطيني حاليا غير جاهز على الاطلاق لان يعني يبدا بانتفاضة شاملة مع حكومة مثل هذه اللي حاليا قاعدة بتتكلم عن اربع نقاط في منطقة جنين، اعادة مستوطنات، بتقديري ممكن يأجج، ولكن الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني غير مهيئ والارض غير خصبة على الاطلاق لاطلاق انتفاضة ثالثة بحجم مواجهة شاملة. 33% سيدي قالوا بأنهم يتوقعون انتفاضة ومواجهة، حتى و16% قالوا يتوقعون انفجار واسع. طب يعني أنت برأيك، قلنا أنك مع السيناريو الأول وأن الأمور ستهدأ، ولكن ما الذي من الممكن أن يدفع نحو انتفاضة ومواجهة شاملة مستقبلا ربما في الضفة الغربية؟ سؤال جيد جدا. نعم، الانتفاضة بحاجة إلى قرار من الفصائل. احنا لما بنتكلم عن انتفاضه، الفصائل الفلسطينيه ممثله بمنظمه التحرير الفلسطينيه والفصائل الاخرى الخارجه من او غير موج او غير المنطويه تحت ظل منظمه التحرير، يجب ان يكونوا مستعدين ويجب ان يكونوا هم حاضنين للشارع ومتهيئين لاطلاق انتفاضه منظمه بحجم انتفاضه الاقصى او بانتفاضه الحجاره، وتكون يعني في حاضنه شعبيه كبيره ودعم كبير من الفصائل وتنظيم عمل مقاول مدروس ومخطط له. اما بدون ذلك، انا بتقديري تبقى القضيه فرديه، تبقى القضيه ردات فعل على ما تقوم به الحكومه الاسرائيليه، ولا يمكن سلخ الشارع عن الفصائل في المرحله القادمه. انا بتقديري، لان انا بعتقد ان الفصائل ستتوجه الى الشارع قريبا، مش من اجل انتفاضه، لا من اجل الى حد ما ضبط الشارع، لانه هناك بعض الافراد سبقت الفصائل، وانا حكيت اكثر من مره بهذا الموضوع. فانتفاضه كبيره بحاجه إلى احتضان من قبل فصائل تاريخية بحجم حركة فتح، بحجم حركة حماس، بحجم حركة الجهاد الإسلامي وإلى آخره. السيد نزار نزال المحلل السياسي والميداني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. إذا اتفق السيد نزار مع يعني نتيجة الاستطلاع وما ذهب إليه أكثر المستطلع آراؤهم عبر وطن، بأن الأمور تتجه نحو الهدوء في الضفة الغربية، والذهاب نحو انتفاضة شاملة ليس بالأمر السهل في ظل الوضع الحالي، وبحاجة إلى قرارات على مستوى الفصائل الكبيرة في الأرض الفلسطينية. إلى ملف الإضرابات والأزمات النقابية في الضفة الغربية. أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً مستعجلاً يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية والمعلن من قبل حراك المعلمين الموحد، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023. من جهته قال حراك المعلمين الموحد إن الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ كل بنود الاتفاقية
السابقة الموقعة مع الحكومة العام الماضي، وقال الحراك إن على الحكومة إعادة الخصومات فوراً ودون شروط، مؤكداً أن اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام القادمة سيقابله كل المعلمين بالرد الفوري. هذا وأكد المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو حية أن الدستور يكفل الحق بالإضراب، والذهاب للمنحى القانوني بملف إضراب المعلمين أمر خطير. لنستمع إلى ما قاله أشرف أبو حية لبرنامج شد حيلك يا وطن. اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإصدار قرار بوقف الإضراب استناداً إلى القرار بقانون الخاص بموضوع الإضراب بالوظيفة العامة، المشكلة في الأساس هي بالقرار بقانون أولاً. من أجل أن نوضح المسائل، لأنه القرار بقانون اللي صدر في ظل غياب المجلس التشريع، وبالتالي هناك إشكالية في كل القرارات بقوانين الذي صدرت في ظل هذه الحالة، والتي باتت تخدم السلطة التنفيذية أكثر من أي جهة أخرى فيما يتعلق بموضوع صدور هذه القرارات بقوانين. النقطة الثانية والمهمة جداً، وهي التي خاضها نقابة المحامين منذ عام 2019 إلى الآن فيما يتعلق بموضوع التدخل بالقضاء والشأن القضائي وتعديل قانون السلطة القضائية وفصل القضاء الإداري عن القضاء النظامي وتشكيله بقرار بقانون، وبالتالي تعيين القضاء أيضا خلافا للقواعد القانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاء. وبالتالي الذهاب إلى المحكمة الإدارية مثل ما حدث بالأمس فيما يتعلق بموضوع الطلب المستعجل هو لا ينطبق على هذه الحالة. الطلب المستعجل هو حينما يكون هناك حالة لم ينظمها أي قانون خاص فيما يتعلق بموضوع الطلبات المستعجلة، يمكن أن يقدم الطلب بحضور فريق واحد. ولكن هذه الحالة التي لو فرضنا بأن القرار بقانون هو يتفق بالمعايير الدولية والمعايير الدستورية فيما يتعلق بالحق في الإضراب، لو نتفق مع هذا وأيضا جاء مخالف له، لأنه من نظم مسألة الإضراب في الوظيفة العامة هذا القرار بقانون، وحدد بأنه تنظر المحكمة في خلال 48 ساعة بحضور الأطراف. وبالتالي مسألة الذهاب بطلب مستعجل هذا مسألة التفاف على موضوع حتى القرار بقانون الذي يخدم موضوع السلطة التنفيذية في إطار المصلحة تحت مسمى المصلحة العامة، وبالتالي الذهاب هناك هو صدر بدون وجود الجهة المدعى عليها في هذا القرار، وبالتالي هناك إشكالية فيما يتعلق، لا ينطبق موضوع الطلب المستعجل على هذا القرار، وبالتالي هذا القرار يعني هو مخالف حتى للقرار بقانون الذي جرى الاستناد له فيما يتعلق بموضوع الوظيفة العامة. في ملف الإضرابات أيضا، نظم اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا احتجاجا أمام مكتب المفوض السامي في مدينة رام الله، وأكدوا استمرارهم بالإضراب المفتوح عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لم تمنع الأمطار الغزيرة العاملين في وكالة الأونروا من القدوم من كافة المحافظات إلى رام الله والاعتصام أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، وتسليمه رسالة احتجاجية على رفض إدارة وكالة الأونروا تحقيق مطالبهم. الرسالة فيها شرح لما يجري في الضفة الغربية من حال التنمر من خلال الإدارة على العاملين، من خلال مطالبنا العادلة للموظفين اللي حاولنا فيها إيصال رسالة إلى الإدارة عبر الحوارات، لكن إدارة الوكالة رفضت كل الحوارات الموجودة، ونحن الآن ما يقارب من شهر إضراب والوكالة ترفض الجلوس والحوار مع الاتحاد والعاملين. ويطالب العاملون في الأونروا بتطبيق علاوة الضفة الغربية والعديد من المطالب الأخرى المتعلقة بتحسين الخدمات في كافة القطاعات. مطالب الاتحاد العاملين تتلخص في علاوة الضفة الغربية، أما عن المطالب الأخرى فقد تم تسليم 16 مطلب لإدارة وكالة الغوث، حيث أن هذه المطالب تتعلق بجميع القطاعات العاملة في وكالة الغوث الدولية، من تعليم، من صحة، من خدمات، من عمال، من وما إلى ذلك.
استمرار تعنت إدارة الأونروا لمطالب العاملين في وكالة الغوث واتباعها أساليب التهديد والوعيد لهم دفعت العاملين في الوكالة إلى التمسك بالإضراب وتصعيد الاحتجاجات. في حال لم تستجيب الإدارة لمطالبنا راح نظل مستمرين في إضرابنا المفتوح. لو استمر الإضراب 6 شهور يجب على إدارة الوكالة أن تستجيب لمطالب العاملين وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة والأمن الوظيفي واستحقاق الحقوق. الخطوات القادمة نحن مستمرون في الإضراب المفتوح، نأمل على جميع الجهات المعنية بالإسراع في الضغط على الوكالة للدخول في حوار جدي خلال مع استمرار الإضراب، وهذا هي وجهة نظرنا وهذا مبدأنا الثابتين عليه. وأنا أعتقد بأن هذا الإضراب يجب أن يكون متواصلا ومستمرا حتى تحقيق مطالب العاملين والوقوف بشكل حازم أمام أي عملية لتصفية وكالة الغوث واللاجئين واستبدال العاملين فيها. ويفتقر اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات لكثير من الخدمات الصحية والتعليمية بالدرجة الأولى بعد تقليص إدارة الوكالة لخدماتها بحجة ضعف التمويل الدولي لها. ومحطتنا الأخيرة في مساء الخير يا وطن ستكون مع حالة الطقس. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. أما غدا الأربعاء فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. في نهاية هذه الجولة هذا تذكير بأبرز ملفاتها. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون نضالهم المتمثل في العصيان ويدعون لأوسع مشاركة في ثلاثاء الحرية. محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة. وفي استطلاع أجرته وطن 51% من المستطلعة آراؤهم يرون أن موجة التصعيد الحالية ستنتهي قريبا، و33% يرون أنها ستذهب نحو انتفاضة شاملة. أزمات نقابية وإضرابات متواصلة في الضفة الغربية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كل الشكر للزملاء في غرفة التحكم محمد الزغا ومحمود معطان، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. هذه تحياتي سمح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل
من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين، لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب، للفقراء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا